سيادة سفير، يعني اولا احنا طبعا جايبين لحضرتك صوره دلوقتي، بتبعت لنا صور كتيره جدا من الكاميرون، انه جايبين لحضرتك صوره دلوقتي وانت واقف مع مجموعه من الشباب، بتقول لهم ايه بقى؟ بتقول لهم الانستراكشن يعني التعليمات والكلام ده كله، ولا بتتكلم مع الجمهور المصري في ايه الحقيقه؟ لا الحقيقه بقول لهم على التنسيق اللي قدرنا نقوم بيه مع السلطات الكاميرونيه اللي تتكلم. ايوه يا فندم. فزي ما حضرتك عارف ان المفروض مثلا الكاميرون من الدول اللي بتشترط بي سي ار عند الوصول، في مطار الوصول لازم يعملوا بي سي ار لاي حد داخل سواء كان كاميروني او اجنبي، ولكن الحمد لله بالتواصل مع وزير الصحه عافانا من شرط البي سي ار، واكتفوا بالبي سي ار اللي قام به المشجعين في مصر قبل ما يركبوا الطياره، وان هم يقبلوه هنا في الدخول ثم الخروج مره ثانيه. ايوه يا فندم. وبالتالي ما ده اثر الوقت قوي اللي كانوا هيقعدوه هنا، بالاضافه الى اجراءات التاشيره الجماعيه اللي اخذناها، وبالتالي فما فيش تاشيره فرديه لكل واحد، واجراءات الخروج والدخول والاتوبيسات، ده اللي الحقيقه بنحاول نقول لهم عليه علشان يعني تعمل لهم عمليه يعني احاطه كده بالجو العام هيبقى ازاي، علشان كلهم جايين يمكن لاول مره الكاميرون. نعم. يبقوا عارفين بالظبط يتوقعوا ايه. سيادة سفير اللي جاي ايه يا فندم؟ يعني عندنا مباراه ان شاء الله مهمه جدا مع الكاميرون، صاحب الارض وصاحب الجمهور وصاحب، يعني احنا بنقول هنا لسه كنت حتى بقول صاحب كل حاجه يعني، فاللي جاي والمباراه اللي جايه، وكيف يفكر سيادة سفير مدحت المليجي فيما هو قادم الحقيقه، سواء للطياره اللي جايه او للجمهور اللي جاي او حتى لمنتخبنا الوطني. بالنسبه للطياره انا لغايه دلوقتي لابد ان اتواصل بقى مع جهات المعنيه في مصر عشان نعرف نتكلم على طياره. نعم. اكثر عدد الركاب كام عشان يا مسهل يا رب يا فندم، انا عارف ان حضرتك بتتعب، ولكن في النهايه الشعب المصري كله الحقيقه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل دوركم. حاسين ان مصر جنبيهم واقفه في ظهرهم طبعا، وتشجعهم وبتقول لهم احسنتم، فالجمهور ده حاجه مهمه جدا، ربما يكون هو اللاعب رقم 12 او 13 و14 كمان اللي ساهموا في النتائج اللي حصلت على مستوى البطوله حتى الان. لكن اللي انا بتكلم عليه او اللي يهمني ان الناس تعرفه هو عمليه ان انا الموضوع ما هواش حكر او قرار، وليس فقط في ايدين الجانب المصري، ولكن في جانب كمان جانب كاميروني لابد ان نراعي امكانياته في استقبال طائرتين في نفس التوقيت، وما لا يكون هذا متاحا. انا دي ما اقدرش اقولها، هما سلطات الطيران المدنيين اللي تقدر تقول لي، والتقاطر يبقى بينهم قد ايه؟ نعم يا فندم. هل ينفع الاثنين يجوا بينهم 5 دقائق 10 دقائق، ولا لابد من ساعه او 2 او 3 حسب ما هم يقولوا؟ في الحقيقه لوجستيات كثيره جدا لابد من تنسيقها قبل ان يتم اتخاذ قرار اذا كنا هناخد اكثر من طياره ولا لا. ده في الناحيه الاولى، الناحيه الثانيه بتتعلق بعمليه تامين اللاعبين وتامين المتفرجين في المدرجات. نعم. انا مهمني تامين اللاعبين، لان النهارده انت بقيت بتلاعب صاحب الارض. هو احنا شفنا تشجيع مالوش اول من اخر في مباراه كوت ديفوار، وكذلك النهارده المغرب حسينا ان الجمهور كله معانا، لكن طبعا ده هينتهي بمجرد ما عرف ان المنتخب بتاعنا هيقابل الكاميرون، كده هم اصبحوا ما يعرفوناش. يعني هل من الممكن ان نجد بعض المعوقات اللي هتقابلنا خلال الفتره اللي جايه او قبل مباراه الكاميرون؟ انا ما اظنش، لان طبعا هم يعني اوريدي في ملام كتير بيقع عليهم على بعض النواحي التنظيميه والاجراءيه اللي ما كانتش على المستوى، فهم مش من مصلحتهم يعملوا مشاكل للمنتخب المصري تؤثر على سمعه هذه البطوله اللي اخيرا استضافوها بعد 4 سنين من العذاب والتضحيات. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا اعرف من بعض رجال الاعمال اللي ليهم عمليات هنا بتتم في الكاميرون مش عارفين ياخدوا فلوسهم، رجال اعمال مصريين مش عارفين ياخدوا فلوسهم، كل حاجه راحت على هناك يعني تقصد اموال راحت للكان، فهم من مصلحتهم انها تطلع بطوله ناجحه وان ما يكونش فيها اي مشاكل قدر المستطاع، وبالتالي هم مش هيسعوا لهذا، لكن طبعا ما يمنعش ممكن يكون في بعض المشاكل البسيطه اللي حلها وارد، يعني ما هياش مشاكل تعوقنا عن الاستمرار في مسيرتنا الناجحه، ولكن طبعا ممكن يحصل حاجات صغيره من هذا القبيل، لكن مش عن قصد بتصور، لان هم من مصلحتهم انها تبقى البطوله ناجحه ويبقى الناس بتشيد بادائهم فيها وبالجوانب التنظيميه والاجرائيه اللي بيقوموا بيها. تمام يا سيد سفير. اخيرا يا سيد سفير، هل من الممكن اذا، طب متى سيكون القرار متواجد؟ طياره، طيارتين، ثلاثه، اربعه، طياره واحده، محدش عارف. ده يعني هحاول من بكره لان مفيش وقت، انت عارف بالظبط، هو ده اللي انا بسال حضرتك عليه.
فما عنديش وقت، فانا لازم من بكره ابتدي اشتغل علشان الحق ابتدي اخد الاجراءات والموافقات اللازمه والى اخره. يعني الموضوع ما هوش سهل، طبعا. لكن من بكره صباحا على طول، ويمكن النهارده بالليل كمان بعد هذه المداخلات، ان انا على طول اتواصل مع الجهات المعنيه في مصر علشان ناخد القرار سريعا، وبالتالي نبتدي نشتغل هنا، سواء بان انا اتواصل مع الجهات الكاميرونيه على طياره واحده، او اطلب زياده الدعم، لان هيبقوا اكثر من طياره. يعني ما تقلقوش، احنا هنيجي، دي مهم طبعا، يعني بالنسبه لكم انتم تطمئنوا ان احنا هنبذل اقصى جهد، بالنسبه للاعبين يهمني ان هم يعرفوا ان هيجي لهم اقصى جمهور ممكن نجيبه، وبالنسبه للاعبين يهمني كمان ان هم يكونوا في حاله التركيز العاليه اللي هم فيهم علشان يستمروا في مسيرتهم الناجحه باذن الله. سيد سفير، انا بشكرك جدا 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 باسم كثير جدا من الشعب المصري. الحقيقه كل الناس اللي كانت بتكلمني وسافرت الكاميرون ورجعت قالت لي اشكر لنا سيد سفير مدحت المليجي على المجهود الرائع. سيد سفير يعني السفاره بالكامل، يعني اشكر لنا كل واحد شغال في السفاره، كل واحد شغال علشان الجمهور ده يقدر يخش ويشجع بلده، ان احنا نصل الى الدور الثمانية او الدور قبل النهائي دلوقتي. اعتقد ان السفارة المصرية في الكاميرون كان لها دور في هذا الوصول، لولا التسهيلات اللي اتعملت ولولا كل هذه الامور اعتقد كان هيبقى الوضع مختلف. فانا بشكرك جدا يا سيادة السفير، وان شاء الله تكتمل الفرحة بالفوز بهذه البطولة. ميرسي يا كابتن اسلام، واحنا يعني جاهزين لقد كده 10 مرات طالما بنفوز وبنحقق النتيجة اللي نفسنا فيها، ونسعد هذا الجمهور الكبير 100 مليون اللي في مصر اللي مستنيين يسمعوا أخبار حلوة. أنا اللي بشكرك جدا يا فندم، شكرا جزيلا السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. زي ما حضراتكم شايفين الكل بيتضافر لشيء واحد فقط، هو كيف تستطيع أن تفوز مصر بهذه البطولة.